السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أحييكم أخواني الأعزاء. أحب أن أوجه لكم أجمل التهاني والتبريكات بمناسبة افتتاح فرع النجف الذي سيدعم العمل في الفرات الأوسط وسيحقق نمو كبير لنا ولأعضائنا في تلك المنطقة. شكرا لكم جميعا، شكرا لإدارة رائد الخير، شكرا لهذه الإدارة المعطاءة التي دائما تبشرنا وتخرج لنا البشريات من قلب الأزمات. تحية لكم وتحية لكل أعضائنا الكرام وشركائي الأعزاء، وعلى مشارف انتهاء هذا العام ودائما الإنجازات والبشريات تتوالى من إدارة دي إكسن العراق في هذا السنة الأخيرة. طبعا أبارك لكم أيضا هذا العرض الختامي اللي هو يعني من أسخى العروض اللي يمكن يعني صار لنا فترة طويلة في دي اكسن لم نرى مثل هذا العرض إطلاقا. ألف تحية لإدارة دي اكسن العراق، تحية لشخص رائد أبو مصطفى الله يحفظه، هذا الشخص المعطاء. تحية لإخواني وشركائي الأعزاء في لجنة الماسيين، تحية لنجوم الماسيين في العراق، تحية لكل أعضائي وشركائي في هذا البلد الكريم اللي أسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون في القمة في هذا البزنس كما تعودنا وكما كنا دائما وأبدا في القمة، ولا نرضى إلا بالقمة. تحياتي لكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.